المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي المرحله الاولى من مدينه المنصوره الجديده اللي هي بطول تقريبا 4 كيلو و2 من 10، دي فيها يا فندم 4 جامعات. الجامعه اللي احنا فيها جامعه المنصوره الجديده، جامعه الاهليه اللي هي على بعد 2 كيلو من هنا اللي هي احدى الجامعات المنبثقه من جامعه المنصوره، عندنا جامعه الدلتا، وعندنا كمان جامعه المنصوره التكنولوجيه. فالاربعه دول بيكونوا مدينه نقدر نقول عليها علميه زيها زي اللي اتعمل في برج العرب على سبيل المثال، تنوع المؤسسات التعليميه في مكان واحد. الجامعه بتقع على مساحه 127 فدان، التكلفه التقديريه ليها 13.5 مليار، ده اجمالي المشروع كله. المرحله الاولى اللي احنا بنفتتحها النهارده 7 مباني 4.5 مليار جنيه. بدعو زميلي الدكتور معوض رئيس الجامعه يدينا نبذه عن المشروع قبل التفقد معاه. اهلا وسهلا دكتور رئيس. الحقيقه انا بس اسمح لي في البدايه انقل تحيات طلبه جامعه المنصوره الجديده ومنسوبيها لحضرتك وجميع الحضور الكرام، ويسعدني ان انا اقدم لحضرتك نبذه صغيره عن جامعه المنصوره الجديده، وهي حلم حضرتك حلمته ووعدت به الشباب في احد مؤتمرات الشباب من 2018. صدر قرار جمهوري في 2020، بدينا العمل 20 يوليو 2020، بعد عام واحد بالضبط بدأنا نستقبل طلاب في جامعة المنصورة الجديدة، وده بيدل على الإرادة. حضرتك اتكلمت النهاردة عن اللي ما يصحش من العشوائيات اللي كانت موجودة ونسيبها كده. جامعة المنصورة الجديدة داخل مدينة المنصورة الجديدة، المدينة الذكية، هو مثال لمجتمع المعرفة، إن أول حاجة بتتعمل في المدينة هو جامعة بتشتغل ومدارس فيها طلبة حاليا. حضرتك مشرفنا في معمل الكيمياء. معمل الكيمياء واحد من المعامل اللي بتقدم خدماتها لطلاب جامعة المنصورة الجديدة في مختلف القطاعات، الصيدلة، العلوم، الطب، طب الأسنان والهندسة كمان. المعمل مجهز بأحدث الأجهزة، ساعته في حدود 25 طالب. الطلاب اللي واقفين قدام سيادتك طلاب كلية الصيدلة. البرنامج طبعا برنامج مختلف محطوط بمعايير قياسية عالمية، إن شاء الله يبقوا تنافسيين ويساهموا في تحقيق رؤية الدولة في مجال توطين الدواء وتقديم الرعاية الصحية للمرضى. ولادنا النهاردة بيعملوا تحليل للمواد الخام، المواد الفعالة سواء في صورتها الخام أو في المستحضرات الصيدلية. حاجة بعيد عن الشغل. بعيد عن الدراسة. أنا عايز أسمع منكم. بعيد عن الدراسة خالص. ده خلاص أنا عايز أسمع منكم. ها. صحيح. أي رقم أي تعليم. أنا عايز أسمع منكم لو عايزين تبقى خلاص مش عايزين تبقى خالص. حد تعرف أي حاجة عن أي حاجة؟ في الكلية. عايز أعرف أي حاجة في كل حاجة. هم طيب. قالوا اسبوع فرحانين قوي قوي ربنا يوفقكم دايما. شكرا. السلام عليكم. جامعة المنصورة الجديدة بترحب بفخامة الرئيس. يا شباب انا رحت هناك. اه هنا كده. بنرحب بفخامة حضرتك. انا دكتورة ولاء حامد، مدرس هيستولوجي بكلية الطب، ومادتنا كهيستولوجي في جامعة المنصورة الجديدة هنا متاح ليها كل وسائل التكنولوجيا الحديثة والتقنية العالية، بداية من ان احنا بندرس الحاجات اكشوال، يعني دي عينة من جسم طبيعي، بناخد العينة دي وبنتفرج عليها على الديجيتال مايكروسكوب اللي موجود معنا هنا. ده الديجيتال مايكروسكوب بنشوفها. الطالب بيتابع معايا هنا على السمارت بورد، بيشوف معايا كل حاجه تحت المايكروسكوب. مش كده وبس، ده بيكون معاه السمارت فون بتاعه نازل عليه ابلكيشن اسمه اللابوسكوب. ده ابلكيشن ممتاز جدا، بقدر انا اتواصل معاه عن طريق الايباد ده، اعلم على الحاجات المهمه اللي هو ممكن يستفيد منها، وبياخدها له سكرين شوت تبقى موجوده معاه. مش كده وبس، انا ممكن اسجل له فيديو، ياخد الفيديو ده معاه في البيت يبقى ريفرنس يقدر يذاكر بيه كل حاجه. استاذن حضرتك، يعني مثلا احمد ممكن يورينا الاستراكشر اللي موجوده في الديرمز بتاع السكن. السلام عليكم. طالب احمد عادل ابراهيم من الفرقه الثانيه بكليه الطب. الفيرست ستراكشر بالنسبه لنا حاجه اسمها الهير فوليكل، وهي الهير فوليكل هي عباره عن مصيله الشعر بتكونتين حاجه اسمها ميلانين بيجمنت، هي صبغه الميلانين، وصبغه الميلانين ده ريسبونس فور الكوريليشن بتاع السكين وبتاع الهير، هي المسؤوله ان هي بتدي للشعر والجلد بتاعنا اللون الخاص بيها. سكند ستراكشر ان شاء الله باذن الله سهيله هتقدمه. اكسلنت.
السلام عليكم، مع حضرتك سهيلة عبد الحميد عزت، طالبة فرقة الفرقة الثانية كلية الطب. عندي مثلا هنا دي حاجة اسمها سبيشيس جلاند. سبيشيس جلاند دي بتطلع حاجة اسمها سيبم. السيبم ده هو اللي بيدي المادة الدهنية اللي على الجلد، هو ده بينعم الجلد، كمان بيحافظ على الشعر. ده ممكن ستركتشر. كمان هنا ده عندنا ده الإبيثيليوم بتاعنا، ألا وهي الطبقة الخارجية بتاعة الجلد، لأن دي عينة متاخدة من هنا عادي جدا. فده تاني ستركتشر. ممكن تكون سعريه بالموجود؟ اه طبعا جدا، ويعني حقيقه من احسن الجامعات الموجوده، وهي فعلا جامعه من جيل الرابع. كل حاجه متوفره لنا، في مودلز، في حاجات احنا ما شفناهاش في اي حته تاني، وده كان احد اسباب ان انا اختار الجامعه دي. والله التدريس بنستمتع بالتدريس ليهم لما كل الفاسيلتيز بتكون متاحه، ما بنحسش بصعوبه في توصيل المعلومه للطالب. زمان كنا بنشوف في المايكروسكوب هما مش بيبقوا شايفين حاجه، دلوقتي انا معايا لايف ستيل بسيل تيشو تيشو، كل حاجه هو شايفها انا بشاور عليها بيشوفها معايا. ف مساعدك انا نفسي اتصور مع حضرتك بس نتصور كلنا مع بعض. حضرتك معالي بنرحب بسيادتك في جامعة المنصورة الجديدة، نايل العلاني عميد كلية الصيدلة المسؤول عن المعمل المركزي بجامعة المنصورة الجديدة. الحقيقة المعمل عندنا بيهدف لدعم الباحثين في مختلف مجالات العمل، سواء كان قضايا التدريس أو الهيئة المعاونة أو الباحثين من داخل وخارج الجامعة، لإجراء بحث علمي تطبيقي وربطه بالصناعة بما يحقق رؤية مصر 2030، وبنساهم في حل المشكلات اللي بتحيط المجتمع، سواء كانت خاصة بالتصنيع الدوائي أو سواء كانت خاصة بعينات المياه وكيفية معالجتها. احنا نشرنا أكثر من 55 بحث في مجلات عالمية ذات معامل تأثير عالي، كان 50% منها بيهدف للصحة والعلوم الدوائية. احنا بنهدف لإنتاج دواء مصري محلي بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وشغالين في أكثر من محور. احنا عملنا خطة بحثية بتتفق مع الخطة البحثية لمصر 2030، كان من في فرق عمل بتشتغل في هذه المحاور، خاصة اشتغلنا على اكتشاف أدوية جديدة لعلاج بعض الأمراض الأكثر انتشارا زي أمراض السرطان ومعالجة الرئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك في جامعة المنصورة الجديدة كلية الطب. أنا دكتورة هلا المار صفاب عميد كلية الطب، دكتور إبراهيم عوض عميد كلية علوم هندسة الحاسب، دكتورة سوزي عويدة مدير البرنامج. حضرتك معمل المهارات ده من ضرورة التعليم الطبي حاليا. تغيرت مقتضيات التخرج من مجرد اكتساب المهارات إلى من مجرد اكتساب المعرفة لاكتساب المهارات. المعمل بيشمل مانيكانات بتستخدم الذكاء الاصطناعي، ترابيزة الأناتومياج، ودي عبارة عن تابلت كبيرة أو هيوج، في نماذج الصغيرة بتعلم المهارات زي مهارات الإنعاش الرئوي القلبي، التركيب الأنابيب الحنجرية، إسعافات المريض، ونماذج الثلاثية لتعليم التشريح. معنا حضرتك طلبة كلية الطب وطلبة كلية علوم هندسة الحاسب، عشان هما اللي بيعرفوا التكنيك اللي ورا الموضوع. في رحاب جامعة المنصورة الجديدة، نشكر حضرتك تشريفك لينا في ندوة مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات والتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة فنم الندوة دي هي سلسلة من الندوات أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتوعية الشباب الجامعات. احنا النهاردة فنم شريف سعادتك لينا نكون دي ندوة رقم 300
من ندوات مستحيه كريمه والمجلس الاعلى للجامعات في خلال شهرين هم عمر انطلاق المبادره وانطلاق الندوات. الحقيقه يا فندم احنا وصلنا لعدد حضور من الطلاب اكثر من 31,000 طالب حضروا الندوات التعريفيه ب 27 جامعه وحوالي 272 كليه يا فندم. الحقيقه يا فندم عدد المتطوعين وده اللي ابهرنا كلنا اللي يعني ابدوا رغبتهم للتطوع في المبادره الرئاسيه حياه كريمه اكثر من 8,000 طالب في الجامعات المصريه وحاليا في اطار التنسيق لبدء النزول الميداني مع زمايلنا الطلبه اللي موجودين. طبعا يا فندم كان دايما بيعقب كل ندوه بننزل قريه من قرى حياه كريمه، تم تنفيذ اكثر من 47 زياره مدنيه ل 47 قريه من قرى حياه كريمه بحضور اخواتنا طلبه الجامعات وحضور اكثر من 8,000 طالب وعضو هيئه تدريس ومتطوع ومنسقين ومستحيه كريمه. احنا يا فندم حقيقي سعداء ومبسوطين بوجود حضرتك فينا لينا تشريفك يا فندم المدن. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكرك وبشكركم جميعا ان انتم موجودين يعني تتعرفوا على البرنامج ده، لكن انا الحقيقه كنت عايز بعد انتم ما تعرفتوا عليه وانتم من اهل المحافظه هنا تقريبا كل الكتله اللي موجوده قدام مننا الشباب والشابات اللي موجودين، انتم رايكم ايه؟ لان هنا احنا بنشتغل كبرنامج بالدوله بتنفذه وانتم في بعضكم اتصور بيشوف ده بيتعمل جوه قريب منه او يمكن معاه. موضوع حياه كريمه ده برنامج الدولة كانت عايزة تعمله من سنين طويلة يا دكتور مصطفى. بدليل الدليل ايه؟ ان كان في خطة للصرف الصحي للقرى في مصر. وهنا يهمني اقول لكم على حاجة، مش الفكرة فكرة ان احنا بنعمل، الفكرة ان احنا بنقول هو ده بيتعمل ليه ما اتعملش قبل كده وبيتعمل دلوقتي ازاي. قبل كده كانت الحكومة اتصور لما انا توليت دكتور مصطفى كان 18% اللي كان خلصان في الصرف الصحي 11. فده معناه ايه؟ كانت الدوله بتخش تحاول تعمل لكن بيقابلها تحديين. استقرار المسار، استقرار المسار يعني ايه؟ ان هي تقدر تحط خطه والخطه دي لما تيجي تنفذها تنجح. طب ما كانتش بتقدر تكمل فيها ليه؟ لان اولا في تكلفه مش مستقره، يعني تكلفة الإنشاء بتاع لو أنا حطيت خطة لموضوع لمدة سنة أو اتنين أو تلاتة، التكلفة بتاعت أول سنة غير تاني سنة غير تالت سنة، ده الواقع اللي كان موجود. اتنين، إن حجم التمويل المطلوب كان ضخم جدا، حجم التمويل كان ضخم جدا. ثم في بقى حاجات بتقابلهم في الواقع، إن أنا بعمل تخطيط على 1000 وما ألاقي بعد سنة بقوا 1050 زادوا، فأنا داخل في سبق، مش أنا الفكرة المبادرة الخطة داخلة في سبق مع التطور، وبالتالي ما كانتش الحاجة بتخلص. احنا قلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنحاول في خلال 3 سنين يا جماعة، دي فرصة ان احنا نتكلم في خلال 3 سنين. طب احنا، وانا بقول لكم عشان نبقى كلام على الهوا، طب احنا قدرنا المرحلة يا دكتور مصطفى نخلصها في السنة زي ما اتفقنا؟ ما قدرناش. طب ما قدرناش ليه يا محمد؟ لأسباب كتير، منها ان طبعا الظرف الاقتصادي كان ليه تأثير اللي هو بتاع التداعيات بتاعت الأزمة الروسية. النقطة الثانية أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا، إن إحنا فوجئنا إن قدرة الشركات اللي موجودة في مصر مع حجم النشاط اللي بيتعمل مش قادرة تدخل تخلص ده في سنة. مظبوط. فأنا بقوله مش عشانك أنت محمد، أنا بقوله عشان الشباب اللي موجود معانا هنا، وعشان حتى الناس اللي بتسمعنا في القرى يقول لك ايه؟ طب احنا نصيبنا امتى؟ احنا هنخلص ده امتى؟ احنا كان تخطيطنا، وانا قلت الكلام ده ولو رجعت وكلمت هتقول لي بتمنى ان احنا خلال 3 سنين، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وقلت 700 مليار جنيه واتمنى ان يبقوا 700 مليار جنيه. النهارده مش 700، النهارده يمكن يعدي التريليون جنيه. 300 مليار مبلغ مش بسيط، دي نقطه، ولكن الاهم منه كله ان احنا فوجئنا ان المواد اللي بتخش في الشغل كميتها اللي موجودة والإنتاج بتاع الشركات ما يلبيش إن إحنا نقدر، يعني سواء كان المواد أو العمل اللي حياتك بتبني مصر. لا لا لا، أنا بتكلم على حياة كريمة، لأن الرسالة لازم توصل للناس يا محمد. مظبوط. توصل للمواطنين يقول لك إيه؟ أنتوا وعدتونا يا دكتور مصطفى وإحنا مش عايزين نوعد يا ابني، وبعدين إحنا نخلف وعدينا مع الناس. احنا وعدنا مع يعني بقول لهم خلي بالكم وعدنا قائم ان شاء الله،
وعدينا قائم بان احنا ننجز ده في اسرع وقت ممكن. نعم. بس خلي بالك انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على اللي احنا ال 52 53 مركز الابطال اللي احنا المرحله الاولى، فهو ده القرى اللي فيهم ال 1500 قريه اذا كنت انا فاكر، هو ده اللي احنا اللي انت ممكن تكون قريتك منهم. لان احنا لما دخلنا في المحافظات ما قلناش استهدفنا محافظه، لا احنا استهدفنا اكتر قرى اذا كنت انا فاكر صعبه، وقلنا نبدا بيها اللي هي ايه اللي كانت فيها الخدمات والبنيه فيها صعبه قوي، نسبه الفقر عاليه. لا مش الفقر المالي، انا اقصد الفقر الخدمي. انا موافق معاك على الكلمه دي، ان انا كنت بقول ان دي القرى اللي حالها صعبه قوي الناس. طب نبدا بيهم اللي عدوا يعني قرية 5/10 / 6/10 ممكن نخليها في المرحلة الثانية، القرية اللي فيها 7/10 ممكن نخليها المرحلة الأخيرة. اللي أنا بفكر فيه دلوقتي وده أول مرة يمكن أقوله للدكتور مصطفى ولكم، إن إحنا بنفكر طب هل من المناسب، وده أمر محتاج يعني إن إحنا ندرسه كويس يا دكتور مصطفى، إن إحنا نبدأ المرحلتين مع بعض. إذا كنت بقول الشركات مش قادرة، لكن أنا فكرت كده، انا فكرت يا محمد كده قلت ايه، طب انا بقى بما ان انا مش قادر اخلص في سنه، طب انا اقدر اخد مرحلتين مع بعض. التحدي اللي بيقابلنا في ده، وانا وانتوا شباب متطوع، والشباب المتطوع هنا مش بس ان يكون روحه موجوده مع الفكره، لا هو مهم قوي انه يكتسب الخبره ويعرف يعني ايه يدير امر وينجحه ويتغلب على المشاكل اللي موجوده فيه، لان مفيش موضوع تقدر تشتغل فيه في اي حاجه سواء كانت دولة متقدمة أو دولة غير متقدمة إلا ما هتجد في صعوبات بتقابلك. دي طبيعة الحال، طبيعة أي عمل. تقدر بإدارتك محمد أنت والناس اللي إحنا بنتكلم إن هم بقى متطوعين، وأنا بشكر كل إنسان في مصر يتطوع لعمل ويقدم خدمة لأهله. أهله مش مهم يكون أهله مباشرين، لا أهله هو أهل مصر. اللي يقدر يعمل ده حاجة جميلة جدا جدا وأجر كبير جدا جدا. وعايز أقول لكم عشان بس برضو ناس كتير تبقى متصورة إن ممكن ده ما يكونش ليه مقابل عند ربنا، لا، اللي يساعد الناس ويبني للناس ويحسن حياة الناس صدقوني ربنا سبحانه وتعالى هيساعده، لأن هو في النهاية هنا مش مقابل مادي بقى، أنا بعمل ده عشان أخد حاجة فخلاص. لكن اللي بيعمل ده عشان يرضي الناس ويساعدهم ربنا لازم هيساعده. فانا يعني بقول لمحمد وبقول لكل اللي يمكن ما جاتش فرصه انه يتكلم ان احنا البرنامج ده حلمنا كلنا مع بعضنا. وانا ان كان ليا كلام اقوله للشركات اللي بتشتغل وللشركات المنتجه حاجتين، الشركات اللي بتشتغل من فضلكم مزيد من الجهد عشان نقدر المستهدفات نقدر نحققها، والشركات المنتجة يعني طبعا في آليات سوق وفي عرض وطلب، بس على مهلك ولا دكتور مصطفى؟ على مهلك يعني ايه يا محمد؟ يعني بالراحة مش كده؟ أنا بشكركم جدا جدا وسعيد بيكم، ربنا يوفقكم.